تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة من خلال فطنة قوات الشرطة لكتيبة التدخل السريع رقم 1 بالمصلحة الولائية للأمن العمومي الذين قاموا بعدة عمليات مراقبة في الأيام القليلة الماضية مكنتهم من ضبط قرابة 134 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأحجام والأنواع ليتم مباشرة حجزها وتحويل 9 أشخاص إلى الضبطية القضائية للأمن الحضري السابع لمواصلة الإجراءات القانونية. هذه العمليات عملية المراقبة تبقى مستمرة ومتواصلة في إطار الاستعداد لإحياء المولد النبوي الشريف خاصة لمحاربة ظاهرة استعمال المفرقعات التي تشكل خطرا على صحة مستخدميها خاصة منهم فئة الأطفال الذين ننصح أولياءهم بعدم تشجيعهم على هذه الظاهرة وعلى استعمال هذه المفرقعات التي من شأنها إصابتهم بحروق بليغة.